السلام عليكم ورحمة الله. عندنا الجزء الرابع، ازاي عملنا الطائرة اللي هي فوق دي زي ما انتم شايفينها كده، ازاي عملناها وثبتناها. هوريها لكم احنا عملناها ازاي في التأسيس. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. هنا بعد ما بتخلص بتبقى بالشكل ده، بيبقى من قدام في نسبة ميول لورا شوية، ودي في التجهيز قبل التشطيب. بنكون احنا مجهزين المقاسات كده، دي القطعة اللي فوق، ودي الصغيرة والكبيرة، ودي شاسيه اللي تحت كان خالص مقطعينه 3 متر عشان نعرف نرفعه لفوق من بين السقالة. وبعد ما نخلص بنخرم من ورا كده عشان التثبيت في الحيط بالشكل ده. طبعا هنا لازم يكون في سيفتي، يكون في حذاء، لان ده ما ينفعش في الشغل. بس الصناعية بيتحجبوا بالحرب. بيتم التخريم على الأرض كده أسهل. ودي كانت في المراحل البدائية في الأول، لحم القطع اللي قدام، ودي الحتة اللي ورا. طبعا لازم يكون كل الشغل مزوي على الزاوية عشان لما نيجي نركب ونحطهم جنب بعض يطلع الخط مستقيم. لو هي معدولة اللي بعدها تعدل نفسها. دي القطعة اللي في الخلف بيبقى فيها شطف بسيط زي ده عشان زاوية الميل. لما نيجي نشوفها كده من الخلف كده، بتبقى عايزة تاخد الشطف البسيط اللي انتوا شايفينه ده عشان اللحام. هنا احنا رفعنا الطائرة وبيتم تثبيتها. بناخد مقاس الخروج اللي احنا عايزينه بالظبط ونمشي عليه كله زي بعض، لان الواجهة كانت مظبوطة في الاول. كنا احنا وزنين الطائرة كل الواجهة كلها في الاول، فهنا بيتم المقاس. وهنا شايفين حاطط الميزان فوق اهو، وبنوزن على وبنلحم على الميزان. وبعد كده بيتم التثبيت في الحيط. او العكس، ممكن نثبت اول بحيث انها تشيل نفسها بالماس اللي احنا عايزينه.
هنيجي للجزء بتاع الواجهة، توقيع الزاوية. هنا طبعا بيأكد على ميزانه، بيزود لحام، احمد بيمس عليكم. هنا لما نقطع بنوقع الاتنين في بعض كده، ولما نقطع احسن ما نقعد نزود حتت، بيكون خط مستقيم احسن. يعني هنا احنا حطينا الاتنين جوا بعض وشيلنا الزيادة من ناحية واحدة، بحيث ان هي لما تتلحم تكون كلها متساوية. هنا احنا شلنا الجزء اللي من جوه وسيبنا الخارجي، بحيث ان الخارجي يقابل بعضه. كده هنقرب الجنبين لبعض، بحيث ان هما يكونوا بالشكل ده، ونأكد المقاس بحيث تكون الخارجة متساوية. هنسب المتر ونأكد المقاس. كده هو تم اللحام بالمقاس المظبوط والزاوية طلعت بالشكل ده. كده الخطوط عدلة. هنا تم وضع القطعة التانية واتحطت في بعض بالفتيل اهو بالمشبك، بحيث ان هي تكون متساوية. لما احنا نربطها مع دول يطلع خط ستريت، طالما في الاول خالص احنا ظبطينها بتكون مظبوطة في الاساس. كل ما تحط القطع جنب بعضها هتمشي معاك خط عدل، وبيتم التثبيت بتاعها لحامها. واتمنى ان يكون الجزء الرابع ده فيه افادة شوية، وإذا احتجتوا أي حاجة تابعونا في التعليقات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك بقى معانا وتفعيل زر الجرس.